الجديد ديال هذه السنة هي ورش تطبيقية للأطفال. الدراري تيجي وتيقوموا بأوراش تطبيقية في مهنة الطبخ ومهنة النحت ومهنة الرسم وبعض المهن أخرى. تنوجدوا الأطفال المهن ديالهم إن شاء الله اللي يكبروا. وكاين الجديد في هذه الدورة الثالثة هو كاين مختبرات صيدليات يجيو يعطيو النصائح للأطفال، منهم شركات ديال نظافة الأسنان مثلا، اللي تيجي واحد طبيب الأسنان تيعطي نصائح للأطفال فوقاش يغسلوا أسنانهم وفينا وقت وفوق وشحال من مرة في النهار. هنا كنوري هنا لاتولي ديال لابوتري، كنوري الوليدات كيفاش المبادئ الاساسيه، كيفاش يتعاملوا مع لابوتري مع لاغجيل، وكيفاش يتعاملوا معاه، وكيفاش يمكن لهم يخرجوا منه واحد المنتوج. هذا هو الهدف ديالنا مع الوليدات، وباش ما يبقاوش يعتمدوا غير على الوسائل التقنيه الحديثه وداك الشيء، نساو هذه المسائل للاعماليه يدويه. هذا هو الهدف ديالنا، باش اننا نرجعوا نحيوا فيهم هذيك الاعماليه يدويه وديك الحرفه ديالنا اللي سميتو كيف ما تعلمنا احنا بغينا نعلموا الوليدات. كون في الورشه ديال طرافاي دو بوا كنعلموا الوليدات لو تكنيك الاولانيه ديال لو بوا، كيفاش يشدوا العبار، كيفاش يقطعوا بالمنشار، كيفاش يضربوا بالمغتو. كيصاوبوا واحد بوتيز اكزومبل كيتجاوبوا معنا، كيعجبهم الحال. كل واحد على حسب اللي فيه كيختاروا لحاجه معينه، ولي غارسون كيختاروا حاجه معينه. زاتولي اللي عندنا كاين لاتولي ديال لا كويزيان، كنعلموا الدراري الصغار لي كيك لي بوب كيك لي بيتزا. المهم اتوليه ديال الكويزين اللي كيبغي يتعلم فيها شي حاجه تنتعلموها فيها. ان الدراري هنا كيكتسبوا حوايج اخرين في الدومين ديال الطبخ او في الدومين ديال الحلويات مثلا، هذا الشيء كيعلمهم انهم يعتمدوا على راسهم شويه، يتعلموا شي حويجات اللي تقدر تنفعهم مستقبلا. يا سيدي سويد.